مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم في ليله جديده من ليالي رمضان. كل سنه وحضراتكم بالف خير، ودايما يا رب في شاشه مصر الزراعيه متابعين ومتجمعين دايما على خير. خيمه جديده، سنه جديده بنحتفل بيها مع حضراتكم طبعا في رمضان من اول ما ابتدينا لغايه النهارده، واحنا حريصين دايما اننا نكون مع حضراتكم في ليالي مختلفه جدا عن اي ليله بنعيشها طول السنه، لانها في شهر مميز، الشهر الكريم. كل سنه وحضراتكم بالف خير. النهارده اليوم مميز بالنسبه لي كمان، لاني اول مره اطلع على حضراتكم بالحجاب، وانا شايفه انها خطوه حلوه جدا وبتكمل جمال اي بنت في الدنيا، والاحلى كمان انها تبقى خطوه متاخده عن حب، يعني طبعا عن اقتناع طبعا، لان ده فرض، وكمان ان الواحد يكون عاملها حبا في الله سبحانه وتعالى. وكمان يوم مميز جدا جدا، لانه الحقيقه بيشاركني تقديم الخيمه النهارده زميلي العزيز الخلوق جدا جدا الاسكندراني ابن بلدي محمد ترك. محمد اهلا بيك، وكل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيبه، والف مبروك على الحجاب. الله يبارك فيك. وطبعا كل سنه وحضراتكم طيبين، ربنا يجمعنا دايما بحضراتكم على خير. وطبعا زي ما قالت، هو فعلا يوم مميز، لان دايما اول يوم ليا في رمضان رمضان يكون مع إسراء، يمكن دي السنة الرابعة. ده حقيقي، دي السنة الرابعة. يعني دي السنة الرابعة اللي بنطلع فيها في حلقة مشتركة في أول الخيمة على طول، يا أول حلقة يا تاني حلقة على طول. بالظبط، ده حقيقي. كل سنة حضراتكم طيبين، نتمنى إن شاء الله إن ننال على قد ما نقدر من بركات هذا الشهر الفضيل. أنا عارف إن يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بيتحقق، يعني سيأتي زمن على أمتي يصبح الممسك فيه على دينه كالممسك على جمرة من نار. ده حقيقة، ودي حاجات أنا ابتديت أحسها وسط الناس، ابتديت أحسها في عينين الشباب وتصرفاتهم، ابتديت أحسها في الفن وفي الأغنية وفي الأخلاق وفي العلاقات بين الناس. المفاهيم اختلفت بشكل كبير. أنا مش بقول إن إحنا يعني أمة انحلال لا قدر الله ولا أي حاجة، ما أقصدش هذا المفهوم، لكن عايز أقول إن إحنا خسرنا كتير من أخلاقياتنا، خسرنا كتير من عاداتنا، خسرنا كتير من تعاليم ديننا، خسرنا كتير من الود والحب، لدرجة أثرت على طعم رمضان. يعني لما بنمشي في الشارع النهاردة، مش هو ده رمضان بتاع السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها ولا اللي قبلها ولا بتاع من 15 سنة ولا بتاع 20 سنة. ليه ما نرجعش ده تاني ونجعل السمة الأبرز لرمضان هي قربنا من ربنا سبحانه وتعالى؟ نرجع تاني لصلاة التراويح اللي كانت كنا بنتسابق إليها وبنلاقي فيها ألوف وملايين في المحافظات الكبرى. المشهد بتاع اللي ماشي قاعد كده على جنب كده بين الصلوات فاتح مصحف، المصحف اللي كان في إيد كل الناس في رمضان، في حاجات كتير ابتدت تختفي، بتختفي واحدة واحدة. بس إذا لم نعي ذلك الأمر جيدا، صدقوني يبقى إحنا بنخسر هويتنا المجتمعية، بنخسر مصريتنا، بنخسر، مش بقول نخسر ديننا، الدين ده علاقة بين كل واحد وربنا سبحانه وتعالى. لا، أنا عايز أقول ما تخلوناش نخسر طعمنا، حاولوا في رمضان ده تتجمعوا زي ما احنا متجمعين النهاردة في حب الله سبحانه وتعالى. صحيح، أنا بضم صوتي لصوتك، وأنا كمان لمست ده جدا، لمست حتى في مظهرنا. اسمح لي لو أنا بتكلم النهاردة، ابتديت الحلقة في كلامنا عن الحجاب والتدين والكلام ده، مع احترامي طبعا لكل اللي مش، أنا ما كنتش محجبة لحد قبل رمضان، الحمد لله ربنا هديني قبلها، يعني قبلها ب10 أيام، بسبب احنا وقعنا حلقة ما كناش معاكم، فأنا عشان كده ما ظهرتش بالحجاب. لكن أنا حتى لقيت يا محمد إن الحجاب فرنجوه، بقى في توربون، والبنت ممكن رقبتها تبقى باينه، رجليها باينه، ايديها باينه. زي ما انت قلت، الحديث ده بيلمسني جدا من جوايا، لانه ما معناه انه فعلا كل واحد فينا هيبقى متمسك بدينه. وبعدين طوبى للغرباء، ده حديث برضو للرسول عليه السلام، فهيرجع الزمن هيبقى الاسلام غريب، هيبقى كانه ايام الجاهليه. ففعلا الناس اللي هتتمسك بدينها باخلاقها. كمان عايز اقول لحضراتكم، وافكر نفسي وافكر حضراتكم بحاجه مهمه، ان كل المسلسلات كمان يا محمد هتتعاد طول ايام السنه. صحيح. كل المسلسلات والبرامج وكل حاجه يا اما بتتعاد يا اما بتنزل على الانترنت، فعندنا فرصه طول السنه ان احنا لو عايزين نضيع وقتنا ونشوفها. وانا بعني جدا جدا ان ده جزء كبير من تضييع الوقت، مع احترامي للفن وللفنانين والممثلين، ولكن انا بقول وكلنا عارفين ان ده شهر عباده، مش كمان شهر اكل، ان احنا بنهتم بالاكل. في ساعات كمان مهمه جدا احنا بنضيعها، زي الساعه اللي قبل الفطار دي. الساعه اللي قبل الفطار دي احنا بنبقى طبعا كسيدات بيوت كلنا بنجري وبنحضر الفطار و و و، ولكن دي من ساعات الاستجابه اللي ربنا سبحانه وتعالى وعد فيها عباده ان هو هيستجيب لدعائهم.
ساعة كمان مهمة جدا اللي هي ما بين الفجر للشروق، لو الواحد فيها في حديث ما معناه انه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا انه لو الواحد فيها قعد يذكر ربنا وكان خاشع وقال تسبيح وقرأ قرآن هتبقى له عمرة تامة. فبالتالي كل واحد فينا عمرة وحجة طبعا تامين، وكمان بالتالي لازم نغتنم كل دقيقة يا محمد في شهر رمضان. صحيح. بلاش نضيع حتى من العبادات، هو الخلق صلة الرحم، مش العبادة بس صوم وصلاة أكيد. وقراءة قرآن. أكيد. لا، انت لما تصل رحمك هتبقى ده نوع من انواع العبادة، لما تكون مبتسم وخلوق، لما تكون صايم بصفات المسلم السليم الصحيح اللي هو مش متعصب، مش متنرفز عشان مبطل سجاير، مش مثلا عشان مش بتشرب شاي وقهوة تبقى انت اجريسيف شوية في التعامل بتاعك وغضبان. لا، ده المسلم لازم يكون المسلم من سلم الناس من لسانه. صحيح. فكل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب دايما على الخير متجمعين، وربنا ما يقطع لنا عادة. انا بحب يا رب. الخيمة وبحب اجي كمان اتصور في الخيمة والجو بتاعنا الرمضاني طبعا، الجميل، وكلامنا اللي احنا وبنشوف قلناه ده كله زمايلنا طبعا طبعا. ما يمنعش صينيه الكنافه اللي احنا بنحبها يا باشا والقطايف. اساسي قطايف، ايوه قطايف الحاجات دي ده برضو اساسي. مش بنتنازل عنها. وخلوا في بيتكم برضو فانوس منور، وخلوا اكيد الخياميه زي ديت كده حطوها مفرش في البيت، يعني برضو عيشوا فوانيس غليت الاجواء. قوي يا محمد، حاجات معلش رمضان معلش، غليت بس قوي في حاجات معرفش بقت ليه. مصري دلوقتي اه يعني ده افضل معقوله. حاجه، وكفايه ان هم من ساعه لما منعوا لا في الصيني بقى احلى لا في بكتير. فوانيس خشب مصري واركت اه حاجات واسعارها حلوه قوي. معقوله. معانا مجموعه من الفقرات المتميزه ان شاء الله طبعا هتتناسب مع بركات هذا الشهر وفضله. هيكون معانا فقره فيها ابتهالات دينيه، وهيكون ضيفنا فيها طفل مبتهل، موهبه جديده، برعم جديد، امل جديد ان شاء الله في ان هذا الفن وهذا التراث الديني الاسلامي يستمر، اللي هو تراث الابتهال والانشاد. ان شاء الله هيكون ضيفنا فيها مبتهل شاب، والده هيكون معاه، نعرف منه ازاي نقدر نتعرف على موهبه حد عندنا في البيت مبتهل، نوديه فين، ندربه فين، نتعامل معاه ازاي. ان شاء الله هنخصص فقره لهذا الموضوع اكيد. وبما ان احنا بقى في مصر الزراعيه لازم نهتم بالزراعه وبالقريه المصريه الجميله اللي هي اساسنا واساس اهتمامنا، وصلنا كلنا من قرى، فبالتالي لازم نلقي الضوء على رمضان في القريه عامل ازاي، اهم الملامح. واعتقد انه له طبع خاص، له طبع احلى وله طعم مختلف، لانه احنا في المدن شويه مشغولين، لكن في القريه هم على طول متجمعين. ربنا يحمي التجمع ده ويديم ونعمه يا رب دايما. اعزائي المشاهدين، الاعشاب هيكون لها كلام كتير قوي في رمضان وكلام مختلف، وطبعا الكركديه وعرقسوس والتمر الهندي هيكونوا على راس القائمه. فلنتعرف سويا على فوائد هذه المشروبات وعلى اهم الاعشاب والحاجات اللي هي الطبيه، الاعشاب الطبيه اللي ممكن نستخدمها في شهر رمضان، ممكن تخفف عنا العطش، ممكن تساعد مرضى السكر، ممكن تساعد مرضى الضغط، ممكن تساعدنا على ان احنا نتحمل الجوع بشكل افضل. هنتكلم في هذا الموضوع وهنخصص له فقره حوريه، وهنطلع فاصل وطبعا هنكون مع إسراء، صح كده؟ إن شاء الله أنت اللي هتنورين إن شاء الله. نطلع فاصل مشاهدينا، ونتمنى يا رب أنه فقراتنا في الخيمة تعجب حضراتكم. استنونا راجعين بعد قليل بعد الفاصل.